بسم الله الرحمن الرحيم. وحن شاء الله هلكان نوغا بلاوان دونا درسيغي 13-aad في كولومبيا ونوغي الشيخ صالح وبحا قميستا ايو اربعادا فضلتين فرصة عدم يكتاقتا ان شاء الله. الشيخ صالح سولو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ودرسي يعني مسلسل كاها وكساب سنة قصص الأنبياء. درسي إن ما أنت وحكوس أبسيها هو درسي سيدي طبنات نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. نبي أيوب وحكم دي هاي دريدي هي نسلقي أولادي كو أبترسنة يسي نبي الله إبراهيم وأيوب بن موس بن الراسح بن العيس بن إسحاق بن إبراهيم وي الخليل عليه السلام. هو دريدي نبي الله إبراهيم ويدي وحد شيء بالي دادا نبي اللود قبدي سأياه ويدي دا شيء ونبي اللود قبدي أي دا شيء يعني نبي اللود قبدي أي دا شيء أياه دا شيء نبي أيوب عليه السلام. نبي أيوب زوجتي سوحة الأورنجري رحمة عيال الأورنجري وحال وشيغا إني تهي رحمة بنت يوسف بن يعقوب. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام وحكمدي هاي أنبياء الوشيغا قرانكا قصدي سو القرآن كقصة قصص كود القرآن كقصة أرورة أيو كم ديها. قال الله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب بإلهي وأيوب وان كو وحيو نيبا الهي ليه سبحانه وتعالى سوى نبينا الله عليه الصلاة والسلام إنا أوحينا إليك كما أوحينا سيدا نقو وحيونا إلى نوح والنبيين من بعده. نبي نوح يا أنبياء كدن بيسي سيدا نقو وحيونا وأوحينا إلى إبراهيم أي نوحيونا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي نوحيونا والأصباط أصبار داس وأولاد يعقوب وهي سيدا أنه وحيوني ودى نبي يوسف يا أنبي يعني ودلي أم أولادي سيها بنيامين يعني خلاف ذلك قليا أصبونا إنه نبي هاي إنك لا لبدا قول بوا اللقوريا وعيسى بان وحيوني وأيوب بان وحيوني بإلهي. وكان عليه الصلاة والسلام نبي أيوب وحوها عبدا تقيا أدون آد أتقوى بضبوها شاكرا لأنعم الله إلهي نعمدي سكشكريو رحيما بالمساكين مساكين تقول نحريستو آد أقول نحريست بدن يدعم الفقراء فقراء دا أيو قودين جري ويعين الأرامل ويكفل الأيتام. وينك يعني قربك أما أقول لي دي أهل لقد انت أرامشها أيو أكال من جري أو كفالة قادي جرى ويكفل الأيتام أغنطن أو كفالة قادي جرى مساكين تو قودين جرى وأن حريس بدنا مساكين تا يفقر هذا ويكرم الضيف مرتد أيو كرامين جرى ويؤدي حق الله عليه حقوق دا إلهي وكليها لغو واجبي على أكمل وجه سيدا أغو كامل سنبو كودين جرى وأدوناد يعني أضع بلا وأشكر بلا أيوها نبي الله أيوب. نبي الله أيوب إلهي بأو نعمه سبحانه وتعالى ووحوها نبي أيوب
نين آد أمال بدن مال فرب بدن بأ إلهي سي آتاه الله الغنى مال آد فرب بدن وصحة وكثرة الأولاد بأ إلهي سي وكما نيستهي مال فرب بدن بأ إلهي سي وحول بدن بولها أن xoolahan ancaamta la yidhaahdeen la dhaqda geela iyo looda iyo arigaba in aad u fara badan buu ka lahaa beero waaweyn buu lahaa awlaad fara badan baa ilaahay siiyey awlaaddiisa dhowr qowl baa lagu wariyaa laakiin qowlka ugu mashhuurana ugu badan wuxuu ahaa waxay ahaayeen 7 wiil iyo 7 gabdhood ayuu dhalay 14 bay ahaayeen nicmo badan baa ilaahay ku manaystay subxaanahu wa tacaala waa lagu imtixaamayaa lana yani imtixaanka iyo ibtiluhu nicamta iyo dhibaatooyinka labaduba wuu noqdaa wey marka ilaahay baa u furay adduunyadiiba ilaahay u furay barwaaq buu ku jiray laakiin shukr mid gutu ahaa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala راس المغرقة ألو المغربية ما شاء الله شغلكم على نور نبي الله أيوب وهو مركا أدون إلهي نعمتي سكو شكري سبحانه وتعالى إلهي وهو دوني إنه امتحامه نبي الله أيوب إلهي وحليه سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نبي الله أيوب إلهي ما انتحامي سبحانه وتعالى مالكي سيودن أيا إلهي كقاضي
أولاديسي أو دنبا إلهي كقاضي وحي ونعم لها الدنيا دلسية أو دن با إلهي كو انت حامي أو إلهي كقاضي كلية وحا أصو هرتي أو الله ربي حاسكي سي زوجدي سي بسا أيا باقي نغطي فا إلهي وحو أقدري هدنا حنون با إلهي كو ردي أو والله انت حامي وحنون سدي جركي سو وحنون سدي أو حنون ولبا آدو هذاك أو الله ضعيفي ونلك كل دعي أيا لجور هذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالضر الشديد في جسده وماله وولده إلهي با امتحاني لباتا أذقي ابتلاء أيا لجور هذي حنون باجرتي سيكو دعي مالكي سي أولادنا والغا قاضي وقد ذهب ماله وماتت أولاده جميعهم مالكي سي ودن باباي أولادي سي ودن ويد مالين فصبر على ذلك صبرا جميلا وصبري صبر جميلا ومثل نقضي يعني عبراء أي دادكو كو عبراء قاتان والغضة يدو الله سوقاته يعني صبر كي نبي الله أيوب ليرادو ايو صبري وي ما اوسن تقوين مرنا كمونا قوين عن عبادة ربه وشكره فقو سيدا الله امتحامي قلبي جيسو وحيا رسم بدلين لسان كيسونا الهي ذكر جيسا سبحانه وتعالى اي شكر جيسا يعني ساعد كما قوين حنون كقبطي وحا ليرا ذا جرادة لغرر ذا جركي صورنا با حنون صدي إلا ليرا ذا لم يبقى من جسده سليما إلا قلبه ولسانه وهاكليا أفيوبا قلبه سطان بوهاي وقلبه سيسم بدل لسان كيسون أفيوبا يعني عرب كيسو وحبا حنون مقبن يذكر الله عز وجل بهما إنه إلهي كحس سبحانه وتعالى لأن حس كي سي قلبي كي سونا تام بوها لسان كي سونا وأوفى يويها وهو في كل هذا البلاء بلاء يعني امتحان كاسو إذل صابر محتسب وصبر يا إلهي بو سبحانه وتعالى أجر كما ليسنا يا يرجو ثواب الله في الآخرة ذاكرا لمولاه في جميع أحواله إلهي بو سبحانه وتعالى ثواب كي سون رجين يا آخرة إلهي بو حصيا في جميع أحواله في ليله ونهاره وصباحه ومسائه يعني هبين إيا مال صباح إيا قلب وقتك استذكر إلهي بوها يا سبحانه وتعالى يحسكس وطال مرضه حنون كيس أياد إرادي عليه الصلاة والسلام نبي أيوب حنون كيس أياد إرادي ولزمه حنون كاول لازمي 18 سنة سداد يطبن سنة ayuu sida u xanuunsanaa oo dhulka u yaalay oo yaani carabkaas uu ilaahay ka xusaayo mooyaane qalbigiisa taamka mooyaane uusan xataa isqaadi karin wakaana zawjatuhu la tufariqu sabaxan wala masaan xaaskiisu waxay ahayd raxma ayaa la oran jiray mid aan faaruqin bay ahayd yaani way u khidmaynaysay way ku sabraysay yaani قف ده سيدا أحنونسا يعني وقبشدي سئي عاونتي سؤاد ما يؤذكتها مركو يكسب رئيسي امتحان كاسي يعيدو لكسب رئيسي ويقولنا حريسان إيسي وإلالين إيسي حق إيسي وحيقران إيسي يعني إحسان كي قديم كاها هرعيه هرعيه وقسة مهي يعني حريسي ونا حريسان جري يجعالكي وجعلائي وناجي وكل معاملون جري مركو يعني عافيمات غبي taas ayay xusuusnayd markaas ay ku sabartay ayiduna imtixaanka la imtixaamay oo de yani dowjkeedii yani dhibaatada ay ku dhacday sida uu xanuunsaday la imtixaamay ayay ku sabartay ayiduna Nabiyullah Ayub markuu xanuunkiisu dheeraaday oo muddada 18 sano uu xanuunsanaa Ilaahay buu bariyay subhanahu wa ta'ala in dhibaatada
iyo xanuunkan ilaahay ka kor yeela. ilaahay buu u talarucay subxaanahu wa tacaala ayadoon ay dadac ahayn sheegasho uu yacni ka sheeganayo yacni ilaahay uu imtixaamayna aysan ahayn ee uu yahay barye uu ilaahay baryayo xaaladiisana uu ilaahay u sheeganayo subxaanahu watacaala. markaasuu dhawaaqay wadkur ayuuba wa ayuuba id naadaa rabbah, wa ayuuba baa ilaahay leeyahay wadkur ayuuba xus id naadaa rabbah annii massaniya adduru wa anta arxamu arraximiin. nabiyullaahi ayuub rabbigii buu u dhawaaqay, ilaahay buu baryey, ibtihaal iyo talaruc iyo khushuuc buu ilaahay ku baryey, annii massaniya adduru, dhib baa igu dhacay ilaahayow, dhib baa i taabtay, yacni xanuun aada u adag ayaa qabtay, wa anta arxamu arraximiin, adiguna inta naxariisato ka ugu naxariis badan baa tahay. nabiyullaahi ayuub xaaladiisii unbuu sheegay, yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay, yacni keliya uun ilaahay wuxuu ku baryey oo ilaahay uu u sheegtay inuu xanuunsan yahay oo dhibaato aada u adag ay haysagoy. mufasiriinta qaar waxay leeyihiin yacni dhibka uu ka sheeganayo waxa weeye waa shamaatatu lacdaa, yacni cadowgiisii oo dhan baa ku farxayo ee dhibka uu yaallo ee uu dhulka yaallo muddadaa dheer ee wuxuu nicmo lahaay oo dhanna ilaahay ka qaaday, wixii nicmo la siiyey oo dhan ba ilaahay ka qaaday, marka asagiina uu sidaa u xanuunsan yahay acdaadiisii baa ku farxayo. marka dhibka uu ka sheeganayo waxa weeye uu leeyahay wuu itaabtay, waa shamaatatu lacdaa, marka cadowgu hadduu kugu farxo waa dhibaato aada u culus. marka ilaahay uu nooga qisooday nabiyullaahi haaruun isagoo la hadlayo walaalkii nabi muuse kaliimullah buu la hadlayaa oo uu leeyahay inuu yacni wuxuu weydiisanayaa inuu iska cafiyo, ina alqawma stadcafuunii wakaaduu yaqtuluunanii falaa tushmid biya alacdaa walaa tajcalnii maca alqawmi aldaalimiin. nabiyullaahi muuse markuu miiqaadkii ilaahay ku ballamiyey iyo munaajaadkii ilaahay uu aamay ee nabi haaruun uu qoomkiisa uga tegay, waa kay yacni ilaahay qeyrkii iska caabudeen, muuse saamiri intuu dhumiyey ay caabudeen, dibiga ay caabudeen nabi markuu soo laabtay. markaa nabi haaruun ayuu ka bilaabay, nabi muuse nin adag buu ahaaye, intuu garka iyo madaxa sidaa isu qabtay ayuu wuxuu ku yidhi maxaa dhacay, ay garaashay dadkii ay waxaa u sameeyeen. marka nabiyullaahi haaruun wuxuu la hadlayaa marka nabi muuse uu leeyahay kaliimullah buu la hadlayaa, ina alqawma istadcafuunii wakaaduu yaqtuluunanii, qoomku waa ifududaysteen markaan la hadlay oo arrintan inaan ka nahayiyo aan damcayna wayba idili gaareen, falaa tushmi biyalacdaa, ayagu sidaa ii galay oo sidaa ii dhibaateeyey haddana yacni cadowgeyga yuuna igu farxin, haddaad adiguna yacni intaad ii xanaaqo aad dhib ii geysato ama aad iga haajirto yacni cadowgii baa igu sii farxayo, falaa tushmid biyalacdaa walaa tajcalnii maca alqawmi aldaalimiin. marka sidaasoo kale nabiyullaahi ayuub waxa uu yacni ilaahay ugu tadarucayo uu ka sheeganayo massaniya duru uu leeyahay dhib baa itaabtay, waa shamaatatu lacdaa, yacni cadowgeygii baa igu farxay uu leeya ya rab wa anta arxamu arraximiin. ilaahay subxaanahu watacaala wuu ajiibay, fastajabna lahu wanajaynaahu min alqam baa ilaahay yidhi, waan ajiibnay, wanajaynaahu min alqam, dhibaatadii iyo dhibkii uu ku jirayna waan ka caafinay baa ilaahay leeyahay. waxaan usoo celinay ehelkiisii awlaadiisii baan usoo celinay, wa mislahu macahum, intii in la egna waan siinay baa ilaahay leeyahay, waan siinay yaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. markii uu sabray wa aataynaahu ahlahu wa mislahu macahum, ehelkiisi baan yacni awlaadiisi baan usoo celinay, intii in la egna waan siinay baa ilaahay. horta asagii ayaa la
إلهي وأقبله العافية لباتذي إلي حنونك هي هيا إلهي كعافية. ووحى الوير أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لقطة هذا دولك كرفو هيا اللي لقطة سيدة دولك أغرفو البياء يا كسو بودي إشي بياء هيدا أيو كوكا بيستي وح الله وحي حنون جركي سهيودن أيا هالمرة دقيقة أيو وحي ودن هالمرة كتبيوين وحو نغضي أحد كأوغو قروح ده بدن إيه جسد كيس أوغو كامل سيهاي هاي إيه أوغو عافي ماد بدي هاي أيو نغضي وين وحي يرسعو أيا ليري أفرطن يعني تلاب عمل أيو يعني قاد بالي مركز هادنا مهل كلا أيا اللوكسة كله فوق إلكلا أيا كسو بودي تاسنا عبا الويري مركز بارد وشراب كان عبا الوير مركا إشي كلان هو عبي بيه أيو عبي وح الله وحي بعدن كي سيقوليه سحنون هيوردن أيها المر إلهي كقال مركا سوحو نقضي على أكمل حال حالة أغو كامل سن وعافماتك هي قوة هي قروح دا زينة دا يا إلهي أسرع عليه سبحانه وآتيناه أهله مركا إلهي وحكومنا يستهدنا ولو زيادية ونعمدي مركو يعني صبري نعمه الهي وكشكري وصبر يعني محتسب نقضي لاجل الله وصبري واتيناه اهله اهل كيس ايان سيني اولادي سيمن اسو نولين با الهي لي سيده مفسرين انت بدنا اكثر مفسرين الي اولادي سيمن اسو نولين 14 بي اهاين 14 كي با وان سو نولين با الهي او اسو علين ومثلهم معهم حاس كيس زوجتي سنه way weynatay oo markaa daab ay hayde intaan u yareynay ayaa intii oo kale hadana dhashay 14 kalena way dhashay way wa manni subhanahu wa ta'ala oo kuma naystay way ilaahay baa u nicmeeyay markii uu sabray oo ilaahay nicmadiisa uu ku shukriyay subhanahu wa ta'ala maal badan iyo beerihi iyo maalki iyo hantidi uu lahaa oo dhanna إلهي بقى أسوع علي سبحانه وتعالى إلهي بقى أسوع علي نبي الله أيوب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم حديث إمام أحمد مسند كيف كورن أيو إمام البخاري كورن أيو صحيح سو كورن أيو ابن حبان على شرط يعني على شرط شيخين بكورن أيو نبي الله أيوب وحو أها مد قبيسنا يمال أيو تغي كان أيوب يغتسل مد قبيسنا يا أيو أها مركاسا وحا كسو داتي خر عليه جراد من ذهب يعني ذهب با كرو كسو داتي سورة أيح أو كلاله أيا سيدا لو كسو دل دادي فشرع وحو قدقل أيوب عليه السلام يحثي ويجمع في الثوب الذي كان معه مرضي يسيبه انتو صوق قاضي ايو الذهب كي كؤر رصدي فناداه ربه ربقي ايا ادواقي يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى ايوب او سوكانان ديغين وحن ادار كيس ذهب كان صود اغنى ايا هذا ادقران ايسو سوكانان ديغين سو انتا سو هنتي اكو بسينين waxaa soo nicmaa kuwana siinin maxaad ku samaynaysaa markaa wuxuu yahay nabiyullaahi ayuub balaa yaa rabbi ilaahay waad ila deeqday waad ii nicmaysay walaakin laa qina lii can barakatik barakadaada marnaba kama dhergayo ilaahay waad ii nicmaysay wax alla laakiin wax alla wixii barako xaggaaga iiga timaado waan qaadanayaa un barakadaada هي زيادة هذه النعمة هذا إله يو كما درقية كما ديق توم يا بركة هذا سيدا أيو النبي الله أيوب وين أدون شاكره إلهي نعمة دي سكو شكري أيوها وأغنى الله تبارك وتعالى عبده أيوب في المال الكثير مال فربنا با إلهي أو نعمة بعد أن كان قد فقد أمواله مال في سيور دمركواي كبابين حوليه ودن مركي وكبابا أي إلهي مالك يسوع علي ورد الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام أولاده
أولادي سيبها إلهي وسع لي مركي وضدنتين كل قد أحياهم الله تبارك وتعالى له بأعيانهم عرورتي سيبا إلهي وسع نولي وزاده مثلهم معهم انت ان لاجنا الهي وجزي دي فضلا منه وكرما منه فضل الهي حقي سكا هذا يا كرم يا جود حقي سكا هذا والله يؤتي فضله من يشاء الهي نكو دون فضل يسوسين يا ويرزق من يشاء قفكو دوننا وارزاق يا بغير حساب الهي ارزاق يا بغير حساب يا الهي حساب يا الهي ارزاق يا سبحانه وتعالى وهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب إلهي أهل كي سبان يعني أهي بيني ومثله معهم انت إن لأجنا وأن أقدرني رحمة منا نحريس حاجة أنك كاهاتي وذكرى لأولي الألباب وذكرى لأولي الألباب إلهي ذاتك عقلك لأصحاب عقولك إن الموعد يوانا النقطة ويقول عز من قائل وحكل إله إليه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر نبي أيوب مركو إلهي بريه سبحانه وتعالى أني مسني الضر إله يودب إتابتي أدباته أيائي هيستو أيو يري وأنت أرحم الراحمين أذيقنا أنت نحرستو أحد كؤون حرس بلنباته فاستجبنا له وان اقبل وان اجيبني فكشفنا ما به من ضر وحي دبه هيبا كقادمي واتيناه اهله ومثله معهم اهل كيسي ايان سينا وسع لني انت الا اغنى وان اغزي يا رحمة من عندنا نحريس اكتر نذك اهاتي وذكرى للعابدين هنا يخصوص يوان اعتبار عبرة هنا النقطه للعابدين كو إلهي عابدي سبحانه وتعالى إلهي باو نعمي مركي الله امتحامي او صبري يا إلهي او نعمي سبحانه وتعالى مالكي يا أولادي يا نعمدي أول إلهي أوسيي ولقا قاضي مركو صبري وشكر إلهي او كد ذالي يقين أن اسبدل لهين وحيرنا أي تنسوق للمركي أوليمت إلهي با نعمه سبحانه وتعالى نولشي هره متكسي نعمه بدن با إلهي قليه وإلهي سي سبحانه وتعالى لذا سدا درتاد يا إلهي وحليه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا وحنكوه أغاني نبي أيوب صابرا إنو يهي وان هلمي إنو يهي مت صابرا وامتحانك إلا امتحامي كصبريه نعم العبد أدون أسقى نعم بدن إنه أواب ومد نقش بدن إلهي أنقنا يا سبحانه وتعالى وي مريب وي مقبل على طاعة الله إلهي بو الله بن يا مركز تبا سعد كستو بعد إلهي بو كتاجي هاي دائما يا نبي الله أيوب وحلقنا نسابة لذلك لقب النبي الله أيوب عليه السلام بالصديق وضرب به المثل في الصبر حق الصبر كا يعني وحو نقضي تصالة أيوب ذاتك النقضي مثل أيوب نقضي وي صبر كي جميل كا يوليمت بدل عدير سديد يتوانك سنة مصائبت انتحان كا عدقي كرعي لغري دي مركو كو صبري صديق بو نقضي يعني عبراء أيو أنه إيا مهما هي مثل يتصال الله سوقاته حق صبر كوي وعاش أيوب وحونا عليه السلام بعد الرفع الضر والمصائب لما تذي إيا مركي يعني نركي لقا قاضي لبكي مركي لقا قاضي وحو أهاضي مد أدك دقو في داعة الله مصالحا في داعة الله لا تقره الحياة الدنيا الدنيا كبينة كسومين نولشا يا نعمة سيد أطيه هربا مركي لقى قاضي هذانا مركي لوسو عليه سيد يأكل أم إلهي داعدي سأجد ذالي وحي إلهي كفر دي عليه وجدني إلهي دين تيسا والدين تإسلام كأيودتك أم ياري يا إلهي أكل جيل عابده مالكيسا
wuxuu ku bixin jiray meelaha wanaagsan, wuxuu xiriirin jiray oo ku dadaali jiray fuqarada iyo masaakiinta, ayuu dhaqaaleyn jiray, agoonta ayuu kafaalo qaadi jiray dumarka yacni araamisha ah ee wax arrimahooda u quba aan lahayn yacni oo zawj aan lahaynna arrimahoodu kafaalo qaadi jiray. markuu dhimanayay nabiyullaahi ayuub cumrigiisu wuxuu ahaa baa la yidhahdaa 93 sana, 93 sano wey alayhi wacalaa nabiyina afdalu salaatu wasalaam. waxay mufasiriintu in badan soo qaadaan oo ay dadka ku baraarujiyaan nabiyullaahi ayuub waa la imtixaamay oo wuu xanuunsaday baa la yidhaha, xanuun aada u adag buu xanuunsaday. laakiin dadka qaar baa waxay ku wariyaan qisas aan yacni jaanibka ambiyada aan laayiq u ahayn, waxaan ambiyada ilaahay lagu sifayn karin oo dhinaca culimmada caqiidada aysan ogolayn ayay dadka yacni qaar soo aroorinayaan oo culimmada qaar laga warinayaa. qisaskaasoo kale lama rumayn karo, wax ambiyada ku suurageli karana maaha, waa waxaan waxba ka jirin wey. lianna ambiyada yacni waxyaalaha ka mustaxiilka ah waxaa ka mid ah xanuun wuu qabanayaa ambiyada, waxaa jaa-is ku ahoo ku banaan wixii yacni sifaatulbashar ah, sifaatulbasharka ayaa ku banaan lianna ambiyadu bashar bay ahaayeen. laakiin waxaa ka mustaxiil ah sifaadii ka xunxun iyo amraasha yacni cudurada iyo xanuunka munfirka ee yacni dadku ay yacni laga cararayo taa ambiyada yacni waa ka mustaxiil wey, kuma dhaca cuduraha xunxun wey, sida junuunka waalidoo kale, jiidaamkaoo kale, baraskaoo kale iyo waxa lamida wey. marka yacni cudur yacni dadkii oo dhan ay ka carareen oo munfir ah oo la yidhaahdo jirkiisa dixiri baa galay oo dixiriga ayaa macnaha ayaa sidaa jirkiisa oo dhan ugu soconaya, taas waa waxaan waxba ka jirin weeye, wax ambiyada u laayiqaana maha wey. lianna ambiyada yacni kuwa dadka ugu kaamilsan weeye, waa qudwo ilaahay usoo yacni ugu talagalay inay dadku ku daydaan. ambiyada sidqi baa u waajibay oo been baa ka mustaxiila, fadaano iyo dhug baa u waajibtay iyo caqli, balaado yacni doqonnimo iyo debiinnimo waa ka mustaxiil. waxaa u waajibtay yacni inay gaars wax alla wixii loo dhiibay oo sharciga inay ummadda gaarsiiyaan, inay dhowrsoon yihiin oo siyaana ayna waxbana khiyaanaynin iyo ammaano ayaa u waajibtay weeye. waxaa ambiyada ku banaan sifaatka yacni bini aadanka ku banaan ay leeyihiin oo waa yacni waa bashar bay ahaayeen, laakiin waa sifaatka wan wanaagsan. waxay ambiyadu ka nabadgaleen min alkufri wa kabaa'iri dunuub, gaalnimo kama dhacdo, dembi weyn kuma dhacaan, iyo mid yartoona yacni sifaatka xunxunka ah ee radiilka ah laguma tilmaami karo. cudurka yacni amraasha waaweyn oo munfirada ah ee dadku allatii tanfiru naasu canhum ay ka cararayaan, ambiyada waa ka mustaxiil weeye, ilaahay baa ka ilaaliyay cuduradaas waaweyn oo fashaxun. marka qisaska qaarkood yacni waa wax ambiyada jaanibkooda aan ku banaanayn, marka taasoo kale lama rumeeyo wey, ilaahay baa imtixaamay, xanuun baa ku dhacay, xanuun aada u weyn baa ku dhacay, yacni muddadaa dheer ayuu xanuunsanaa oo waa la imtixaamay, wa maca dalika yacni jirkiisu saliim buu ahaa, xanuunka wuu hayay, laakiin cudur fool xunoo sida yacni baras oo kale, juudaam oo kale, yacni qisaska qaar baa lagu warinaya juudaan baa jirkiisa oo dhan jarjaray. marka juudaanka oo kale iyo cuduraha noocaasa waa ka mustaxiil ambiyada wey, marka lama rumayn karo qisaska noocaas oo kaletana yani qofku waa inuu iska ilaaliyo oo una yani u nisbaynin nabiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam. dulkifli calayhi salaatu wasalaam, nabiga la yidhaahdo dulkifli wey, dulkifli ibnu sayidina ayuub weeye, nabi ayuub ayaa dhalay. asal magiciisa waxaa la yidhaahdaa bishri baa la oran jiray. waqad bacathahu llahu nabiyan, ilaahay baa nabi ka dhigay bacda abiihi ayuub. nabi ayuub markuu dhintay bacdigeed
بكفل او ويل كيسيا اي النبي نقضي وسماه ذا الكفل با الهكم مقعب لانه كان قد تكفل لبني قومه ان يكفيهم امرهم ويقضي بينهم بالعدل وهم كفالة قاضي ودد كيسي وكفالة قاضي انو ارمه هذا كفين ايو عدالتنا وكو حكومة ايو قرآنكو كما ورمين يعني دعوة ديسي هي الرسالة ديسي هي قوم كي الله دري الرسول كوها قرآنكو كما قصوني دول كفلي لكن قرآنكو حكا قصوني وكليون يعني في جملة الأنبياء أنبياء دي بغنقو حسي ومركي قرآنكو حسي أنبياء دي حسي يعني النبي دول كفلي والغو دري واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفلي وكل من الأخيار قرآن كحسو قاقي أمركو يعني كشاكين أي أنبياء ذا قصص كودي هي دعوة دي أيها سيد دوبهانا أي مدعو دي مركي لتري أي كجرة لكن خاصة النبي كستو يعني وحلقه ورمي قصدي سقارك أيها لقه ورمي لكن ذو الكفل قارهان قرآن كوغم ورمي نبوة دي سعلمة دي مركي كهذا ليان حتى نبوة دي سخلاف بيقي ليان وكان الرجولا صالحا بوها يعني وحاكم او عدالة دا كود دالوها ما ينبي بوها يعني شرع الله وحيو داي ولا سيي بوها لما دا قول بوها لوريا لوريا لكن انو نبيها ايا راجح سيدا كم وقت ظاهر القرآن قرآن كظاهر كيسا سيدا كم وقت لأنو يعني انبيادي بالغو دا ريدكري قودي مركا انو نبيها ايو قرآن كظاهر كيسا مركا دل كفلي وي نبي ايوب ايا مركا دلي ويل كيس أيوها سيدا سراجح سيدا ابن كثير كو صور نقل يوهي ابن كثير كو سيدا وعدين أيوه سيدا سراجح أوي أن وها أحاديثه كورمان ورسولك عليه الصلاة والسلام وحديثه كورم إياه من اللي هذا كفلي مركز كفلي يد الكفلي يعني لا بيك لها هايين وي وعبد الله بن عمر بقى وحلقه ورنيا حديث كإمام أحمد ورنيا إمام الترمذي وسنن كيس كورنيا عبد الله بن عمر بوحولي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث بان كم مغلي حديث كهدانا إن بان كم مغلي إلا تدوجر هدانا كم مغلينا ما أنا كورمين لكن نبقى إن بان بان كم مغلي أسوء كسوع العلينا ومحوى حديث كاس كان الكفل من بني إسرائيل منك كفل اللي ينادو في بني إسرائيل بوها لا يتورع من ذنب عمله من أن ذنب إسك إلى لنين بوها وحال لوحو دونو ذنب أو سمينيا فأتت امرأة جبر با أتمت فأعداها 60 دينارا لحدا دينار بوسية على أن يطأها إنه حرام كل صيحة وقال موضة أيوم كان لحدا دينار بوكسي فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأتي مركو فريستي منكم ماشى وحاسكي سكفر است مركو فريستي أرعدد وبكت جبدي أرجع حباكون عي وبكت وين أويدي فقال الله وحكيري ما يبكيك محل أويسا أكرهتك ميانك قصبي منك حوغي يامك قصبي قالت وحي تري لا مي ولكن هذا عمل لم أعمله قط وعمل أنا ولقي سمين وإنما حملتني وحايق حمبارتي عليه الحاجة لباتو يباهي يدد باهن يأهل باهن وأنكسو تغي يا إيجي سيموياني وعمل أنا ولدي سمين بيتري عبسي إلهي بي لأيدي سبحانه وتعالى فقال وحو يري فتفعلين هذا أدقو سانا سمين سا أدقو باهن ودي باتيسا يد عبسي ده إلهي لأيدي ولم أفعله أنه ما سمين يميا مركاسو كيستاغي فقال وحو يري اذهبي اسكتك بويري فدنا نير لك لعقتنا أدقو عليه قاضو ثم قال وحو يري والله لا يعصي الله الكفل ابدا كفل نينك اللي يدادو الهي معاسنا يوليقي مطنب فوبط نبقى ايو لي مدو قوان صدي فمات من ليلته هذين كيف وردت هسقو انو حبا عمل فلن لكن توبط بو قوان صدي انو نمردن مدن بيو ندبو سمين قوان ايو قاريوي هذين كيبور دنتي فأصبح مكتوبا على بابه سبح مركو واقو بريه هذين كي ميد بوها سبح مركو واقو بريه
وميت كيسا إلا دقل دوني اللي يسوي من الأعاصو مع الباب كيسا كقر ميت مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل كفل إلهي ما أضافي إمام الترمذي بحديث كأوريني إمام أحمد مسند كيسا كوريني مركا منك أو كفل اللي يرادو ريب بني إسرائيل دينين عادي وهو النبي وكقص هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكفل باليدا النبي نوحوها ذو الكفل باليدا ذو الكفل أيا ليدا مركا يعني في أين سوء يعني قفكم روغو خلد من أيا مركا عبدالعيان علمادو وقصد النبي الله يعني ذو الكفل مركي الله سوقع ذو أيا الله عبدالعيان يا منك أين صداءها يعني وكدو نايو من عادي هو ريب بني إسرائيل أو يعني دم ببغان سميه مركي دمنا دي توبة داقو أنسدي أيو مركا رسولك عليه الصلاة والسلام يوكوش هاي مركاس أو مركا توبة دا وفضلي لدى أي لا داهي مركو نايو كور رميه وقفكو بربها إلهي رحمة دي سواس يعني ماذا هذا يعني قفكا توبة داقو أنك أكلية ليمت ووحكا لو عمل أنسمينين أي إلهي أون حريسي سبحانه وتعالى دم بجسنا دعفيوه ذو الكفل نبي قال إذا ودنتي وكان عمره 75 سنة سوى تدوات نيشان سنجر أيور دنتي سيدا هي لتاريخ ورين ياوي قبر يسوع كويا لا بل إذا يعني فلسطين أيو كويا لا قبر يسوع فلسطين بكويا لا هلك أي يعني ومشهورة قرية يعني قرية كفل بل إذا وفلسطين يعني كم تهاي هلك أيو مركا كو آسيا هاي وي نابلس مقالة ليرا من أعمال نابلس يعني مقالة ليرا فلسطين ذلك فلسطين أيو كيا لاوي مركا ألك سالوزيا تلانا أنبياء وحي يعني ماشي وحي فرد جو وحي مهبط الأنبياء هيدو وحي وكسو الدقية أنبياء اللي قصوا ساري يعني أنت وضبط وشام ويدلك شام وقدس يعني يدلك فلسطين يدلك شام ودول مباركة إلهي كبركي يعني خيرات فربضا يا أنبياء ذا يعني هنا يا هاي أنبياء ذا ودم بهلك لجسوا ساري بعثوا ذي دعوة ذو هلك أي هاي يكون أسيهين قبور صار يكون أسيهين يروك عشامه ورب ما كيسموه إن بدن الصحابة ذي كم دنا طبعا كوني يكسي بدن يعني الصحابي أيه قريب على يروكاس ودك يعني يكون هذا قبور صار يكون يعلن يعني مركب ورب المبارك هو بركة يسموه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم.